وللحديث أكثر عن أداء السوق السعودي ينضم إلينا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية الأستاذ عبد العزيز الرشيدي. حياك الله سيد عبد العزيز. أهلا وسهلا، حياكم الله. سيد عبد العزيز، اليوم نترقب يمكن التحفيز المهم بالنسبة للسوق السعودي إذا ما أخذنا في الاعتبار اليوم الترقية الثانية بالنسبة لمؤشر مورغان ستانلي، لكن في ظل الظروف التهدئة الآن تنشهدها بين الولايات المتحدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كيف نرى اليوم دخول السيولة الأجنبية أيضا كيف سيكون الأداء بالنسبة للمؤشر حتى نهاية الأسبوع هذا الأسبوع في ظل الترقية الثانية بالنسبة لمؤشر مورغان ستانلي؟ طبعا الترقية هي إن شاء الله حتتم اليوم وتتم يعني بطريقة إن شاء الله سهلة، ومضطرين الشركات أو الشركات الاستثمارية الشراء لأنه يعتبر السوق السعودي من أفضل الأسواق الناشئة، وأخذ مراكز حتساعدهم كثير في بناء محفظة طويلة أجل. وايضا الاسعار حتى وان كان يعني في هناك تذبذبات عاليه خلال الفتره الماضيه الا انه تظل الشركات كثيره في السوق السعودي مناسبه لمعظم المحافظ للشراء فيها. جميل سيد عبد العزيز، يمكن في المرحله الاولى شهدنا هناك يعني سيوله ب 28 مليار بالنسبه لدخولها في مؤشر تاسي، لكن كانت هناك ضغوط بيعيه يعني كانت معاكسه وبالتالي اثرت سلبا على الدخول للاجانب بالنسبه للسوق، لم يكن بذلك يعني اثر جوهري بالنسبه للدخول. اليوم كيف سنشاهد هذا الدخول بالنسبه للسيوله في ظل امس يعني ايضا شهدنا امس ضغوط بيعيه بالنسبه للمؤشر، يمكن امس كنا عند تقريبا 21% فقدنا من خلال المؤشر، لكن عاد وعوض الخسائر في ختام الجلسه وكسب 16 نقطه. طبيعي اليوم نتكلم كسوق بشكل عام، الأسواق العالمية خلال فترة الأسابيع الماضية كانت تحت ضغوط بيعية كبيرة بسبب أنت ما أشرت لها اللي هي عمليات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، ولا زالت هي في غموض. والسوق دائما تعرف المستثمر لا يحبذ الاستثمار أو استمرار في مراكز كبيرة في وضع غامض. طبعا هي فترات قصيرة أجل ليست طويلة أجل. المستثمر هناك نوعين من المستثمرين، واللي يهمنا واللي بيدخل اليوم هو مستثمر طويل أجل ينظر إلى شراء أسهم مراكز يتوقع التذبذب خلال فترة أخرى، ولكن في نهاية الأمر هو يتوقع الاستثمار على مدى طويل الأجل في البنوك السعودية، في شركة زي سابق، في قطاع الاتصالات أو الإسمنتات أو أي شركة أخرى مناسبة له والمحفظة الاستثمارية حقته أنه بيحقق نمو في المحفظة من سواء من توزيعات أو ارتفاع في سعر السهم على مدى سنوات متعددة أو سنوات طويلة يعني تتجاوز 5 سنوات وأكثر. جميل سيد عبد العزيز، يمكن شاهدنا خلال الفترة الماضية يمكن تراجع بالنسبة في أرباح أغلب القطاعات، أيضا شاهدنا تراجع أيضا في قطاع البتروكيماويات، يمكن شاهدنا سهم سابق يتراجع يمكن في تراجع هو يعني الأسوأ منذ يعني 21 شهر نتحدث عن دون مستويات 100%، وبالتالي هذه المستوى أيضا يمكن اليوم نشاهد أيضا أداء البنوك سلبي في بداية جلسة هذا اليوم، وبالتالي هذا الأداء السلبي بالنسبة للأسهم قد يكون مغري بالنسبة للأجانب من خلال الدخول. طبعا خاصة البنوك هو مغري، طبعا البنوك تحت وطأة تخفيض أسعار الفائدة اللي خفضوها قبل بداية الشهر، ومتوقع أنها تخفض أيضا مرة أخرى أو مرتين قبل نهاية السنة. أي انخفاض في أسعار الفوائد تأثر سلبا على أرباح البنوك لا شك، لكن تظل البنوك السعودية بنوك عددها قليل في حجم سوق ضخم، متوقع أن أي من أفضل الفرص اللي يبحثون عنها والأهم في قطاع في السوق السعودي هي البنوك، ولا شك أنهم فرصة أنهم يأخذوها بأسعار حالية مناسبة لهم أو أقل، حيكون هم السعداء أكثر من يعني هنا فرصة المشتري أكثر من البائع، يعني أنه يأخذ بأسعار نازل 10% أو 5% مقارنة بداية السنة حيكون استثمار مناسب. دائما لما تشتري بسعر أقل حيكون استثمارك مجدي. جميل نحن. جميل أستاذ عبد العزيز الرشيدي محلل الأسواق المالية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.